فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. سنة النسائي. وصلنا إلى باب اغتسال الرجل والمرأة من نساء من إناء واحد. اغتسال الرجل والمرأة من نساء من إناء واحد. روى المصنف بسنده عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وأنا يعني معه من إناء واحد نغترف منه جميعا. وفي رواية القاسم يحدث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. وعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت لقد رأيتني أنازع رسول الله صلى الله عليه وسلم الإناء أغتسل أنا وهو منه. رضي الله عنك أنا هداك صلى الله عليه. ولذلك قال باب الرخصة في ذلك. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كنت أن أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد أبادره ويبادرني حتى يقول دعي لي دعي لي. هذه الأبواب باب الاغتسال الرجل والمرأة من نسائي من إناء واحد. فيه رد احتج بعض العلماء بهذه الأحاديث في الرد على ما قال بعدم استعمال ما خلت به المرأة أو تركت فيه شيئا. ولذلك هنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تغتسل هي ورسول الله اغسال وتختلف أيديهم في الإناء وتقول له ابق لي ابق لي يقول ابق لي ابق لي. وكانت تفصل وتقول كنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد. السنة نعمة. ولذلك فهذه تكفي بغسل اثنين. لذلك قالت يغتسل في الإناء وهو الفرق اسمه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يسمي كل شيء. عن عائشة أن رسول الله كان يغتسل أنا وأنا من إناء واحد نغتالف منه جميعا. والاغتراف منه جميعا من الإناء نغتالف منه جميعا في اختلاف الأيدي وفي إبقاء ماء الماء على ماء بعض الماء المستعمل. وما برخصة بذلك أن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وأبادره ويبادرني يعني أخذ الماء حتى أقول دعي لي دعي لي وأقول دعي لي دعي لي. في الحديث هذه التي اغتسل فيها عائشة اغتسلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها مسألة الأولى الماء فضل طول المرأة يجوز استعماله على الراجح يستدل بهذا الحديث على ذلك يستأنس به هذا كل مسألة. الثانية الماء المستعمل طهور هو طاهر في نفسه وطاهر لغيره وإن كان يعني هو خلاف الأولى ولكن الدليل أنه على طهوريته لأن عائشة كانت تغتسل أيها النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف الأيدي وتتساقط المياه على نفس الماء وهو لم يبلغ كلتين فلذلك أنا أقول بأنه في خطر. من يقول بأن الرجل لا يجوز له أن يتوضأ بفضل طهور المرأة. صحيح الحديث ضعيف كما بينت قبل ذلك وإن قلنا بالجواز فهو خلاف الأولى لكن عندنا أدلة كثيرة تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل أو يتوضأ بالماء المتبقي كما حدث مع أم ميمونة دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يغتسل قالت إني كنت جنبا يعني أنا استعملت هذا الماء وكنت جنبا هذا هو باقي المرأة فضل المرأة فقال لها سبحان الله الماء لا يجنب الماء لا يجنب فدخل فاغتسل بالماء وهذا واقع مبين يبين لنا بأن اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد له ما له من المعاني ويكون في دائرته لأنه فيها أيضا من الأداب أداب اغتسال المرأة الزوجة مع زوجها وهذا ليس بحرام يرى منها وترى منه يرى منها وترى منه. وفي الرخصة من ذلك قالت عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد أبادره ويبادرني حتى أقول دعي لي دعي لي.
وهذه فيها دلالة كما قلنا. ولن الاغتسال بأيضا فضل طهور المرأة واستعمال الماء المستعمل لا يسلب طهوريته، وأيضا فيها التعليم بالمباشرة، فيها التعليم بالمباشرة، وفيها أيضا جواز طلب الدعاء من الأماجد، وإن كان الإنسان يقول هذا خلاف الأولى أو هذا مكروه على أنه قال تعالى قال سلم لا تسألوا الناس شيئا، وقال تعالى لا تسألوا الناس إلحافا، فكانت تقول يبادرني وأبادره، مرة تخطف الماء يدها تتقدم وتساقط الماء بين يدها بعد ما تأخذه منها، هو يتقدم في ذلك وبرده يتساقط الماء من يده، وهذا الماء لم يبلغ قلتين فلا يقال لأنه طاهر بالمكاثرة. ولكن إذا سلبت الطهورية لابد من السؤال هل على الماء المستعمل؟ قال نعم الماء مستعمل، نقول الماء المستعمل ماء طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره، كما فعلت عائشة وهي تقول ابقي لي ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ابقي لي، فاعتراف بأن الماء على ما هو عليه ولا يسأل الناس إلحافا. الفوائد المستنبطة لطف النبي صلى الله عليه وسلم بأزواجه، دقة نظر عائشة في سرد ما يحدث بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تعلم أن الأمة أحوج ما تكون إلى الأحكام المترتبة على هذا التدقيق في النظر إلى 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 الصحابة الكرام بأنهم يحرصون على كل صغير وكبير ودقيق وجليل، يعلمون أن به تشريع عظيم. لذلك عائشة كانت تصف ما يحدث بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، والإناء الذي تضع فيه الماء لتغتسل، وهي مسألة مهمة جدا، مسألة طهارة، مسألة طهورية الماء، مسألة طهورية الماء، فالصحابة كانوا أحرص ما يكونون على نقل ذلك، فعائشة واحدة من هؤلاء وهي من أعلم، بل هي أعلم نساء العالمين. الفائدة الثالثة التصريح فيما يستحي منه إن كانت الحاجة تدعو إلى ذلك، فعائشة يعني تقول بأنها يعني تغتسل هي ورسول الله وتقول له ابقي لي ادعو دع لي ويقول ابقي لي. فإذا هنا أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها تبين لنا بالتفصيل ما يحدث بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم لترتب الأحكام على ذلك. هذه الفائدة الثالثة. لو هناك بعض الأسئلة فتفضلوا حتى ننتقل إلى سنن الترمذي. نعم عائشة وعاء العلم حقا، عائشة لها فضل على الأمة كبير جدا جدا جدا، ولذلك كيف نسكت عن هؤلاء الأوغاد الروافد الخبثاء في إطالة اللسان على عائشة بل وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم في بالأصالة الكلام على نبينا صلى الله عليه وسلم. أترك لكم دقائق لو في أسئلة تفضلوا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.